رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي لنتحدث قليلا عن الأسواق العالمية وتأثير فيروس كورونا. رائد، يعني طبعا تأثير فيروس كورونا يمتد إلى الأسواق العالمية، ورأينا التأثير الكبير على الأسواق الصينية والأسواق الأوروبية التي افتتحت اليوم على تراجعات حادة، والكثير من الجهات تقدر معدلات النمو، والبعض يشكك بأن هذه التقديرات ربما غير منطقية في ظل هذه التأثيرات السلبية لفيروس كورونا. إلى أي مدى التقديرات الأخيرة منطقية؟ طبعا نحن رأينا الافتتاحات الأسواق والفجوات السعرية التي خلفتها بنتيجة المخاوف بشأن عدم السيطرة على انتشار فيروس كورونا وانتشاره بشكل أكبر على جغرافيا وفي بين أشخاص لم يزوروا الصين قط. هذا هو القلق الحقيقي الذي أظهرته منظمة الصحة العالمية. إذا نحن أمام كارثة صحية تنتشر بشكل واسع النطاق ومخاوفها على الاقتصاد أكبر. طبعا سوف يكون هناك تشكيك في بيانات التي صدرت مؤخرا حول معدلات النمو، لأنها كانت تحتسب فترة سابقة وكانت تحتسب أن إمكانية الاحتواء السريع لهذا الفيروس، لكن عدم المقدرة على الاحتواء وتواصل الأرقام وتوارد الأرقام الكبيرة من بعض الدول بشكل مفاجئ طبعا بلا شك سوف يقلل آفاق النمو بشكل واضح. إذا تحدثنا عن نمو عالمي عند 2.9%، فأنا أعتقد أنه حتى ينخفض دون مستويات 2.7% خلال تعاملات يعني أو إذا صح التعبير عن هذا العام. إذا نتحدث عن إمكانية ضرر حقيقي على جميع مفاصل الاقتصاد العالمي ومتمثل بالضرر لثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين. الصين التي بدأت تظهر وضوحا أثر التوريدات التجارية لها وللخارج وتأثرها بشكل سلبي وكبير جدا في الفترة الحالية. قطاع الصناعات الخفيفة أو خلينا نصح التعبير مبيعات التجزئة تضرر بشكل كبير بنتيجة توقف خطوط إنتاج واضحة. رأينا كيف أن هناك قطاعات تكنولوجية مثل شركة أبل وغيرها متأثرة بشكل سلبي وكبير جدا. إذا العمق السلبي لأثر فيروس كورونا لم نراه حتى الآن أو لم نرى القاع حتى الآن لهذه الدورة الاقتصادية التي يمر فيها الاقتصاد العالمي. نعم رائد، يعني يبدو أن فيروس كورونا لم يقطع الأطلسي بذات الكثافة ويصل إلى السواحل الأمريكية. نتحدث عن 35 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية، يصفها المراقبون بأنها محدودة نسبيا إذا ما قلنا بدول أخرى. يعني مثل هذا الانتشار غير المقلق على أقل تقدير في أمريكا، كيف يحكم توجهات المستثمرين؟ نحن نعلم أن الاستثمارات الأمريكية أو الوضع في الاقتصاد الأمريكي هو وضع عالمي وليس فقط محدود في حدود الولايات المتحدة الأمريكية فقط، فهي تؤثر وتتأثر بشكل كبير بالاقتصاد العالمي ولها ارتباط أكبر إن صح التعبير بالاقتصادات الناشئة التي هي تمثل أسواق للاقتصاد الأمريكي وهي الأنظار تتجه إليها. اختيار وانتقاء الهند مثلا على سبيل المثال كزيارة لدونالد ترامب هو تأكيد على أنه الاقتصادات النامية وقربها للاقتصادات الآسيوية أكثر، وطبعا الاقتصاد الهندي هو اقتصاد يكبر بشكل كبير، أزاح فرنسا أزاح المملكة المتحدة والآن يتربع على المرتبة الخامسة كاقتصاد يعني قوي وعالمي. الأنظار الأمريكية تتجه إلى الجانب الآسيوي، ولكن مع وجود فيروس كورونا وارتباط كبير للشركات الأمريكية الانترناشنال أو ذات الطابع العالمي ووجود فروع لها ووجود تأثرها بالمنطقة أو بالاقتصاد العالمي مثل شركة أبل ووجود مصانعها في الصين يؤثر بشكل كبير على أداء الأسواق الأمريكية وسوف تتأثر سلبا ليس فقط بوصول الفيروس وإنما من آثار السلبية عالميا. نعم شكرا لك رائد الخضر، أنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا لك على هذه المداخلة.